السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 105 من كتابي في اللغة العربية عن المستوى الثاني ابتدائي. نواصل مع القراءة. المدينة المغربية، احنا في الصفحة 105. نجاوبوا على الأسئلة ديال النص. أغني معجمي، يعني أضيف لمعجمي كلمات جديدة، أضيف كلمات جديدة نتعلمها اللي عندي في الرصيد ديالي، نبقى نستعملها مثلا في الإنشاء أو في شي جمل. أحيط المرافق المذكورة في النص، شنو هما المرافق اللي تذكرت في النص، النص اللي قرينا ديال المدينة المغربية، شنو تذكر؟ واش شوارع، واش مسجد، واش مستوصف، واش فنادق، واش دور الشباب اللي ذكرت في النص، ندور عليها بدائرة. عندنا في النص قلنا يقول النص: أما المدينة الجديدة فشوارعها واسعة. إذن شوارع مذكورة في النص. ثم وعمارتها شاهقة، فيها متاجر عصرية وفنادق فخمة. إذن فنادق مذكورة في النص. ماذا أيضا؟ فنادق فخمة ودور الشباب. إذا دور الشباب مذكورة هي أيضا في النص ديال المدينة المغربية اللي قرينا. ما أجمل المدن المغربية إنها تجمع بين القديم والجديد. إذا هادو الثلاثة هما اللي مذكورين في النص: شوارع، فنادق، دور الشباب. مسجد مستوصف ما مذكورش في النص، إذا ما ندوروش عليهم. كيك أتمم خريطة كلمتي شاهقة، المرادف ديالها ضد ديالها. المرادف ديالها شاهقة واش كتعني؟ شاهقة يعني عالية، شاهقة بمعنى عالية. عالية، إذا الضد ديالها نقولوا قصيرة ولا دانية هي الأفضل، يعني قصيرة. دانية، عالية، دانية. واضح؟ نديروها في جملة، شاهقة في جملة، نديروها في جملة. ماذا نقولوا؟ في الدار البيضاء، بيضاء، في الدار البيضاء مثلا أبراج شاهقة. أبراج بحال العمارات هي شاهقة، أبراج شاهقة يعني عالية مرتفعة. إذا نشكلوها: في الدار البيضاء، بيضاء، أبراج شاهقة. واضح. نمر الآن لأفهم السؤال رقم 4. نشوف المطلوب. قالك: تنقسم المدن المغربية إلى صنفين، ما هما؟ تنقسم المدن المغربية إلى صنفين، شنو هما الصنفين؟ تنقسم المدن المغربية إلى صنفين، ما هما؟ سنقول: تنقسم المدن المغربية إلى مدن قديمة وأخرى جديدة. تنقسم المدن المغربية إلى مدن قديمة وأخرى جديدة. السؤال الموالي: ماذا يحيط بالمدينة القديمة؟ ماذا يحيط بالمدينة القديمة؟ يحيط بالمدينة القديمة سور. لماذا؟ علاش هاد السور؟ ليحميها من العدو في الماضي، يحميها من هجومات العدو في الماضي، يعني جيوش ديال العدو. أين تنتشر الحرف وأين توجد الفنادق؟ سنقول: تنتشر الحرف في المدينة القديمة، توجد الفنادق بالمدينة الجديدة. أعيد: تنتشر الحرف في المدينة القديمة، توجد الفنادق بالمدينة الجديدة. واضح؟ أمر لي أستثمر.
أبحث مع مجموعتي في الإنترنت ثم ألون المدينة ومآثرها باللون نفسه. نقلب الإنترنت على هذا بعض المعلومات ونلون المدينة والمآثر ديالها بنفس اللون. مثلا الرباط شنو المآثر اللي فيها، فاس شنو المآثر اللي فيها، مراكش شنو المآثر اللي فيها. مثلا سنأخذ الرباط نلونها ونشوفوا المآثر اللي فيها، نديروها بنفس اللون اللي عزلنا من الرباط. واضح؟ نشوفوا شنو عندها في نفس اللون. صومعة الكتبية نمشي في الرباط، جامعة القرويين نمشي في الرباط. إذا صومعة حسان هي اللي في الرباط، نديروها بنفس اللون. واضح؟ نمر إلى المدينة الموالية. المدينة الموالية هي مدينة فاس. مدينة فاس نشوفوا شنو فيها. واش فيها صومعة الكتبية؟ لا. واش فيها جامعة القرويين؟ نعم فيها جامعة القرويين التي بنتها امرأة وهي فاطمة الفهرية. نمر للمدينة الموالية، هي مدينة مراكش وفيها صومعة الكتبية أو مسجد الكتبية. واضح؟ إذا هي كل مدينة درناها باللون المناسب مع المآثر اللي فيها. طبعا الحال فيها مآثر أخرى ولكن حنا عزلنا الحاجة اللي مشهورة بزاف. نمر للسؤال الموالي. السؤال الموالي يقول، لاحظوا معي ماذا يقول السؤال. أضع علامة في أمام الأفكار الموجودة في النص. ما هي الأفكار الموجودة في النص؟ أزقة المدينة القديمة ضيقة. صح، أزقة المدينة القديمة هي أزقة ضيقة. صحيح. أنا يوجد الحرفيون في المدينة الجديدة. خطأ، الحرفيون يوجدون في المدينة القديمة. توجد مرافق الأطفال والشباب في المدينة الجديدة. صحيح، توجد مرافق الأطفال والشباب في المدينة الجديدة. هنا في الأخير عندك ألخص النص مع مجموعتي. كتبوا ملخص ديال النص. مثلا نأخذ شي نموذج، سنختار مثلا هذا الملخص. تنقسم المدن المغاربية إلى قسمين، مدن قديمة ومدن جديدة. بغيت تزيد دير في المدن القديمة يوجد فيها مآثر تاريخية يحيط بها سور، لبغيتي، والمدن الجديدة فيها فنادق ومساحات، ولكن من الأفضل أنك تكتفي بهذا الملخص. وهكذا أكملنا الصفحة 105. إلى اللقاء.